المشكلة أن الناس والحكومات والسلطات الرسمية خاصة لا ترى من الظواهري وآلاف المجاهدين من أمثاله إلا أسنانهم وأنيابهم، لا تسمع صراخهم وغضبهم، إنما ترى فقط أفعالهم المخربة والمدمرة. نكتفي بأن نقول مثلا هذا لا يمثل الدين، يعني هذا أقصى شيء نقوله، كأننا لا نريد أن نعترف بالحقيقة ونقول بأن المشكلة أعمق من هذا وعلينا معالجتها. ندرك بأننا حين لا نعالج المسألة بالتأكيد ستندلع مرة أخرى وتنفجر بوجوهنا، وجربنا هاي المسألة عشرات بل مئات المرات عبر الألف سنة التي مضت. يعني نبدو إحنا بسلوكنا هذا كأننا متحالفون مع الإرهاب الأصلي. الإرهاب الأصلي هو هذا التراث العفن الذي ما زال يؤثر في حياتنا، وهذا الماضي الذي يرفض أن يمضي، وبالعكس يستثمرون هذا الماضي السيء التافه المليء بالعطن والتراب والغبار والكتب الصفراء والشخصيات المنحلة، هذا التراث الذي دمر أجيال ما بعدها أجيال، وحتى وصلنا لهذه اللحظة. وكان يفترض بأن نتخلص من عنده حتى نبدأ حياتنا من جديد ونفتح عقلنا على العالم ونرفع الأسوار الواهية المزيفة أو التي طالما تم اختراقها من قبل الأعداء دون جدوى من مقاومتها قصدي. فهذه الأسوار المزيفة المتضعضعة التي ندعي أننا يجب أن نرص الصفوف بمواجهة الأعداء، احنا اصلا ليش نسوي اعداء؟ ليش ما نحاول ان نتواصل مع الناس، نفكر بطريقه صحيحه، نفصل كل ما هو يشجع على ظهور ارهاب فيما بيننا، ما يشجع على تدمير علاقتنا مع العالم بطريقه او باخرى. بدلا من هذا نستحضر الاشياء التي تديم صلتنا بالعالم، التي تقدم لنا صوره جيده عن العالم، تجعلنا نفهم هذا العالم وننفتح عليه ونتفاعل معه، ولكي نتقدم بعد ذلك خطوتين إلى الأمام أكثر. بدلا من هذا ماذا نفعل؟ نفعل عكس هذا تماما، نرفع من الأسوار بيننا وبين العالم، ننتقد وننكر ونخطئ وندمر ونسخف كل ما هو جيد في هذا العالم. يطلعوا لك أشخاص يقول لك لا تنبهروا بالغرب مثلا. ليش ما ننبهر بالغرب؟ ده هو يقدم نموذج هائل وممتاز، احنا عايشين بخيرات الغرب، ليش ما انبهر بي؟ انبهر بي واتعلم من عنده واثقف نفسي، لا يعني انني ساتطابق معه، لا، حتى لو انا حاولت ان اتطابق معه لن استطيع ولن هو يستطيع ان يتطابق معي. فبالتالي علي ان اخذ من عنده ما ينفعني بدلا من ان اواجهه، لانني اضعف بكثير من مواجهة الغرب. وهذه الغرب 500 سنة يشتغل على الحداثة، وصل إلى مستوى عالي جدا من التطور، فعلينا أن نفهم هذه المسألة وإحنا نفهمها فعلا، لكننا نتغاضى ونشكك ونحاول أن لا نرى الحقائق كما هي، مثل ما لا نرى مصدر الإرهاب ونحاول أن نشتت السبب ونقول هؤلاء صناعة أمريكا، حتى إذا كانوا صناعة أمريكا لكن صناعة محلية، يعني هو شافوا أسوأ ما لدينا في عالمنا وصنعوه، قالوا هاي فرصة نضحك على هاي العرب العاربة والمستعربة، نضحك عليهم، هو هذا تراثهم، تفضلوا أنتم شنو حجتكم علينا بعد؟ يعني استعملوا تراثنا كحصان طروادة لاختراقنا بالكامل، وفعلا نجحوا في هذا ودمرونا دمار ما بعده دمار. احنا خلال نصف قرن دمرنا كل ولو الخطوات الصغيرة الجميلة اللي شافها واللي ذوقها آبائنا فترة الخمسينات والأربعينات والستينات، هي اللي احنا خرجتنا، اللي بقت شوية شذرات من هذا الشيء اجوا هؤلاء ودمروا بالكامل. كما قلت نكتفي بأن نقول بأن هذا الإرهاب لا يمثل هذا الدين، بالعكس احنا عندما نقول هذا الشيء احنا كأنما نحاول ان نقول انه الدين هذا كامل مكمل، بالعكس نقول ان هذا ارهاب من هذا الدين، نعترف بالحقيقة وانتهى الموضوع. هذا الدين هو مصدر هذا الارهاب، لانه فعلا الدين هو واحدة من المبادئ الاساسية الترغيب والترهيب، وهذا الدين كان مناسب في ذلك الوقت لأن الأمم كانت هي يغزو بعضها البعض، ولا يمكن أن تأمن لأحد إلا بأن تنشر ثقافة من هذا النوع. الآن الحال اختلف، علينا أن نعترف بهذه الحقيقة ونقول أنه الدين الذي تم
تصميمه في ذلك الزمان وضع لكي يوفر الأمان والحماية للناس جميعا بهذه الطريقة. الآن الطريقة مختلفة، نحن لا نستطيع التعامل بالطريقة نفسها، لا نستطيع أن نخرج نغزو ونسلب وننهب في هذا العصر. هذا الآن أكو قانون دولي، أكو قانون يشمل الجميع كائن من يكون، هنالك التزامات غير شكل مختلفة تماما. فكيف تركب هذه على تلك؟ من جعلنا نؤمن بإمكانية وجود هذه الإمكانية نفسها على استعادة ذلك الدين القديم بالصورة نفسها وتطبيقه علينا؟ من جعلنا نؤمن ونصدق بهذه الفرية وهذه الكذبة وهذا الوهم؟ والآن باختصار المشكلة أنه لا أحد يبالي بك، يعني أنت تطلع تكشف كل اللي يجري، وأكو آلاف مثلي من الكتاب والمتابعين كلهم هؤلاء، وكل إحنا يشوشون علينا ويقولون لا أنتم مشتبه بكم، أنتم تبالغون، أنتم تدعون أشياء غير صحيحة، هذا الدين كامل لكن هناك أشكالات، يعني اختزال المشاكل في قضايا جانبية صغيرة ويحاولون يتفهوا الأمور ويهمشوها، لكن الهدف واضح، الهدف أنه هذا الإرهاب الذي تزعمه بن لادن ومختلف الحركات في جميع بلداننا كهو الهدف شنو؟ الإرهاب بقدر ما هو مضر بالنسبة للحكام لكنه مفيد. لماذا يتحول إلى ذريعة، تحول إلى واجهة لحروب أخرى؟ هاي الحروب هي اللي تدعم الأنظمة الحليفة، أيضا تدعم الدول العظمى التي تقبض ثمن حماية هذه الأنظمة الحليفة. هذا كله شغل مصانع وعملية ضخمة جدا لا ندركها. هاي كلها من يشترك بها؟ هذا الذي يضع لايك على محاضرة دينية، هذا الذي يذهب إلى الجامع ويصلي خلف الإمام لا يعرف هذا الإمام ما هي علاقاته، مجرد يرى وجهه السمح اللطيف ويعود إلى البيت كأي مستغل مستغفل. هنا هذا الفضاء وهاي البيئة هو الدين يصبح الأداة المفضلة لنشر بيئة من هذا النوع ولزراعة وتأسيس بيئة من هذا النوع. عندي محاضرة راح أطلعها عن أن الدين هو أداة بالأصل وليس يستخدم كأداة، إنما هو بحد ذاته تم اختراع ليكون أداة. أيضا هو هذا السبب يخلي دائما الانغلاق الديني، ليش شنو تفسير الانغلاق الديني اللي نحن عليه حاليا؟ ليش هذا الانغلاق وعدم الانفتاح على الآخرين؟ هو هذا اللي يخلي العنف والقهر مبرر، هذا يقتل الكبير بالصغير، يخلي الكل يختلط مع بعضه، حتى المؤمن بالكافر يختلطون وكأن الشيء لم يكن. هذا الانغلاق كلما زاد يقين هذا الناس بهذا الانغلاق وبهذا، كلما زادوا إيمانا كلما زادت شيطنة التدين وتحويلها إلى إرهابي، واعتبر هذا الحال أفضل حال، لكن إرهابي بالمعنى المحمود وليس الإرهابي بالمعنى المطرود. هذا الانغلاق أيضا هو نفسه اللي يحاربنا، يحارب كل إنسان من أمثالنا، يحاول أن يفتح أفاق المستقبل، يقول أنتم حفنة حالمين وناس خيالين، أنتم ما زلتم تحلمون بأنه بالإمكان بناء مجتمع عربي جديد مختلف عما هو عليه اليوم. بالتالي أقول النتيجة النهائية لم يعد هناك مكان فارغ، احتلوا كل الأماكن، وأعتقد اليوتيوب هو النافذة الشبه الأخيرة لجميع الناس الذين يدعون إلى مستقبل أفضل. الفيسبوك أعتقد صار متعب، مكان متعب جدا، يعني أيضا استولوا عليه الإسلاميين، يبدو تم بيعه، تم شراءه وتحييده إلى حد كبير. ما بقى أمامنا مكان فارغ بالعالم هذا، لا مكان لفكر آخر متحرر يخلصنا من أدران الماضي وإرهاب كتب التراثية. ما عندنا أي فرصة للظهور نبع معرفي مختلف، لا فلسفة لا فكر لا قيم لا أخلاق لا علم لا منطق ولا أخطر ولا حرية. هذا اللي جعل الظواهري والخميني والزرقاوي جعل وجودهم ممكن، ليس الغرب ولا أمريكا هم الذين زرعوا هذا الشيء، بل هذه الإمكانية موجودة أصلاً عندنا، هي هاي تربتنا، هي مجرد إجت أمريكا قالت هاي فرصة نزرع هاي، ودمروا مجتمعنا خلال نصف قرن. العلة بينا في الأرضية الثقافية والتربة الثقافية التي ننبعوا منها، كل ما في الأمر إجت أمريكا قالت هاي نستغله، بدأوا يسقون هاي التربة دعمة والقاعدة، اتفقوا مع السادات والملك فيصل أتذكر وخالد بال79، وصار اتفاق ودعموا مجاهدين وإسلام وكذا، وهنالك كفرة سوفيات وبعد ذلك كفرة في البوسنة والهرسك، واشتغلت ولحد هاي اللحظة احنا ندفع الثمن.
والأقوى يجيك واحد يقول لك احنا الآن في زمن الصحوة. هاي الكارثة الكبرى، يقول لك حضارتنا وديننا العظيم كان نايم والآن يريد نصحيه. يا أخي والله عجيب هذا كلام، يعني بط الشبد بالعراقي يقول لك هذا. هؤلاء هم اللي سقوا هاي التربة العطنة المدمرة التي أفزت لنا كل هذا الإرهابيين، يقول لك كانت نائمة والآن يجب أن تصحو. لكن أنا أقول يعني هي هذا يؤكد بأن التاريخ لا ينام، هذا التاريخ لا ينام مهما حاولنا، لابد أن نتخلص من أزرانه ونفتحه ونفكر به. التاريخ ما ينام، هو يشوفون خلال نصف قرن استيقظ ودمر مجتمعاتنا، وحتى هاي المنجزات البسيطة انتهت. يعني على الأقل هذا الإنسان عندما يصحو ليس بهدف استعادة ما مضى، بهدف إعادة النظر للأمور والأحداث والكل شيء وفقا لمناهج العصر الحديثة. لا، هو شيء يجري يطبقها مثل ما هي، يعني بول البعير وحتى يعني أتفه الأشياء اللي يطبقها بكل خرائها وقيحها القديم كما هي. والمفارقة هذا كله ما حصل إلا بدعم ومباركة مو الآلهة والملائكة والصحابة وجبرائيل، بل لا، مباركة أم الدنيا أمريكا ومن معها. فتخيلوا المهزلة. أختم وأقول لكل الناس، لا أحد سيشعر بكم ولا بآلامكم، حتى الدين نفسه لن يشعر بهذه الآلام. الدين ليس لكم، بل بالعكس أنه سلاح عليكم ويجري استغلالكم باسمه. انظروا فقط ماذا كسبتم من هذا الدين الذي تدعون أنه كامل وصحيح، ما هو الصحيح الذي حصلتم منه من هذا الدين؟ لن تحصلوا من هذا الدين إلا على المزيد من الغلاق والتحجر والفقر والتخلف. اخرجوا من هذا الخراب العميم باسم الدين الذي يزوق باسم الدين. قاطعوا الجوامع والمساجد، اضربوا عن الصلاة لتمتنع النساء عن ارتداء الحجاب اسبوع او اسبوعين. هذه كلها اشكال للاحتجاج، مو الهدف طعن بالدين كما يقال، لا، الهدف انه تعبير عن وجود الناس والتعبير عن حقهم في ان يعبروا عن غضبهم. لابد من ان تخلصون من سلطة الكهنة والحكام عليكم، لازم تخلوهم يشعرون بالقلق والخوف على الاقل. يكفيكم أن تعيشون على شفا هاوية دائما بلا قرار. أدعوكم إلى أن تنقذوا أنفسكم من هذا الخواء والهباء وأجواء العواء الديني المنفثق من حولكم من كل مكان اللي يدمر لحس الأدمغة. حاولوا أن تروا القضبان التي وضعتم فيها، أعني قضبان الفرائض والكلمات المقدسة والآيات والنصوص الفارغة التي لا تنتهي. اخرجوا من السجون الدين، سجون الفريضة، سجون الأكاذيب والأوهام والأساطير القديمة. هاي الأساطير اللي تحط بكم من كل مكان وتطبق عليكم من كل الجهات. قفوا بوجه كل من يتحدث باسم الحرية والتحرر، لكنه هو هذا نفسه اللي يستعبدكم في الواقع، هو نفسه اللي ينشر كل قيم العبودية، بل يمجدها ويجعلكم أنتم تمجدونها دون أن تشعروا يعني بحجم الاستغفال الذي يجري بحقكم. كلمتي الأخيرة أن الإرهاب الحقيقي هو إقناع الإنسان بأنه عبد، وهذا العبد واجبه فقط الإذعان والإنقياد والطاعة. الإرهاب الحقيقي هو حين تهجر المرأة حقوقها وتضع الحجاب باسم فريضة أو باسم دين أو أي تسمية كانت، المهم هجرت حقوقها في النهاية. الإرهاب الحقيقي حين يؤدي الشاب الفرائض كلها خلف الشيخ متخلف لا يصل إلى، لا يستحق أن يقود نعجة، ولا وليس أن يقود شاب متدفق بالطاقة والحيوية والآمال. الإرهاب الحقيقي حيث لا حرية، أي بمعنى آخر حيث لا إنسان. كلمة أخيرة، ما قيمة عالم تنتهك فيه حريتك وكرامتك، مرة باسم النظام والسلطة ومرة أخرى باسم الدين. شكرا جزيلا وآسف جدا على الإطالة.